رجل لا يكل ولا يمل من أن يبسط يده لخدمة المواطنين. أطلق عليه نائب خدمات فعلاً وليس قولاً، لما يلمسه الجميع من خدمات في مجالات كثيرة على أرض الواقع وتحت قبة البرلمان. إنه نائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، رجل وطني من الطراز الأول، ساند ويساند الدولة المصرية في حروبها المختلفة، سواء كانت إرهابية، فكان من أوائل المشاركين في تظاهرات حب مصر للوقوف في وجه الجماعات التخريبية بمختلف ميادين ومحافظات الجمهورية، حارب جشع التجار، وعندما تعرضت مصر لأزمة فيروسية شرسة أعلن تبرعه بثلاث شهور من راتبه لصندوق تحيا مصر لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكداً على تجاوب أعضاء مجلس النواب مع دعوة رئيس المجلس علي عبد العال بالتبرع إلى صندوق تحيا مصر لمكافحة انتشار الفيروس، وأن هذا التبرع واجب قومي. أطلق حملة بنكمل بعض منذ الإعلان عن أزمة فيروس كورونا، وهي مستمرة في عملها إلى الآن من خلال توزيع السلع الغذائية والأساسية على المواطنين غير القادرين بالمجان. فهذه المبادرة تأتي في إطار دعم ومساندة الجهود التي تبذلها الدولة لحماية الأسر غير القادرة بسبب الأزمة الراهنة. ومع حلول شهر رمضان أطلق مبادرة رمضانك في دارك، والتي عملت على توزيع مستلزمات شهر رمضان مجاناً، فطرقت الأبواب وطافت في الشوارع وقدمت المساعدة لكل المحتاجين. ونظراً لإنسانيته، رفض تصوير المواطنين أثناء تناولهم للمساعدات التي قدمتها لهم الحملة، محترماً مشاعرهم وخصوصياتهم. فتحية للنائب الإنسان، فتحية للنائب الذي أحبه المواطن بمختلف فئاته وطبقاته، فتحية للنائب محمد العقاد.